أبي متقاعد يا سيد عمر، قال لي بعضهم بالجيش طال عمرك. مبادرة بحد ذاتها الحقيقة مبادرة قيمة وجيدة، ونباركها الحقيقة لكم. لا شك أن المبادرة الله يعطيك خيرها الحقيقة تعالج جانب إنساني ومهم الحقيقة، وهم سلامة مستخدمي المركبات. فإذا عدم الذوق والأخلاق في هذه القيادة فستتحول إلى 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 مصيبة، وبالتالي ربما يتعرض قائد المركبة ومن معه إلى الخطر أو الوقوع الحادث. قدرنا بأن نتعامل مع هذه الحوادث في وقت آخر، ونحن من أوائل الجهات التي تصل إلى موقع الحوادث ومواقع الحوادث التي تقع بين الحين والآخر في بعض الطرق، وبالتالي يكون هناك عدد من المحتجزين في هذه المركبات، وناخذ وقت لإخراج هؤلاء المحتجزين. عندما نشاهد هذه الحوادث الحقيقة حوادث مؤلمة يندرها جبين، ونجد أن الأسباب بسيطة جدا. نحن في المديرية العامة للدفاع المدني سنكون إن شاء الله شركاء لكم في هذا الموضوع من عدة جوانب. أساسا نحن في المديرية العامة للدفاع نهتم في السلامة بشكل عام، السلامة المرورية والسلامة في المنازل أو السلامة في المكتب، في كل حتى مواقع العمل نهتم فيها. لا يكاد حي من الأحياء يخلو من أشخاص توفوا أو أصيبوا أو عيقوا بسبب الحوادث المرورية. أحياناً من وجهة نظري أنه إذا كنا حازمين في تطبيق النظام سيصبح تطبيق النظام جزء من سلوك الفرد. ليه؟ وش عنده؟ ليش مو يجي؟ سفينة؟ لا إله إلا الله. وش عقبه؟ لا إله إلا الله. وش حاده؟ أولاً أشكر الأشخاص اللي ساهموا مع الدفاع بهذه المساهمة الجيدة في نشر عدد من المقاطع لهذه السلوكيات الغير مناسبة وانتقدوها. الانتقاد الحقيقة هذا أجبر المتهورين إلى التراجع. يعني احنا في الدفاع المدني خفت هذه المشكله الى حد ما، افضل مما كانت عليه في السابق. كما تعلم الامطار طبيعه الحال عندما تدخل منزل عنوى او وصول الى منزل هذا شيء طبيعي، لكنك انت مثلا كقائد مركبه تتعمد في مركبك انه هناك تحذير بعدم دخول المركبه وعدم عبور الوادي، وتتعمد في عبور الوادي اعتقادا منك بانه هذه المركبه قويه وقادره على عبور الوادي، بالتالي تعرض حياتك وحياه الاخرين الى تعرض حياه رجال الدفاع المدني، لانك الان تتعلق في هذه السياره، وبالتالي رجل الدفاع المدني سيحاول بقدر المستطاع الى انقاذك. واحنا عندنا افراد تعرضوا وتوفوا بسبب انه محاولتهم لانقاذ هؤلاء الاشخاص. لذلك هنا الحقيقه اهميه معاقبه هؤلاء الاشخاص الذين يتهورون ولا يعيرون السلامة أي تمام. احنا زودنا سياراتنا الآن سيارات دفاع مدني، وبصدد تزويد سيارات الدفاع المدني في كاميرات من الأمام ومن الخلف. يا سلام. وهذا حقيقة حيخدمنا في معرفة الأشخاص الذين يعيقون سيارات الدفاع المدني، وبالتالي سيطبق في عليهم المخالفة المرورية. احنا بدورنا ننقل هذه الآلية التي عقد الدفاع المدني
وكذلك سيارة تضايق الدفاع المدني وإشعار المرور ويطبق الحق مخالف. والله الناس حلوين وبلدنا حلوة وناسنا حلوين، لكن في بعضهم كذا شباب نقول الله يهديهم ويعطيهم الصحة والهداية. شكرا جزيلا، شكرا للقاء الجميل معاك.